عشية المولد النبوي الشريف أقيم في الجامع النوري الكبير أول احتفال بهذه المناسبة بين أنقاض ما تبقى من الجامع الذي طحنته رحى الحرب، ليكون ما تبقى من المنارة الحدباء شاهدا على حب الموصليين لهذا الجامع وتمسكهم بإقامة الاحتفالات فيه والتي كانت تمنع إبان سيطرة الإرهاب على المدينة. اليوم نرسل رسالة من هذا المكان أن هذه المدينة هي مدينة الحب والسلام، مدينة الاعتدال، فتجد اليوم في هذا الاحتفال رجال الدين المسلمين، رجال الدين المسيحيين، الأيزيدية. أجواء من الفرح والسعادة يغمرها المواطنون في وسط باحة مسجد الجامع النوري الكبير اليوم، رغم عن أنوف الحاقدين الذين حاولوا طمس هذه العادات والتقاليد وهذه الاحتفالات الدينية وهذه الموالد النبوية الشريفة. لم يقتصر الحضور على المسلمين فقط، فهذا مسؤول كنائس السريان الكاثوليك الأب رائد يحضر محتفلا مع سكان الموصل القديمة بهذه المناسبة، حاملا معه رسالة تعبر عن معنى التسامح والتعايش ما بين المسلمين والمسيحيين. أنا بالحقيقة لا أشعر إلا أنه أنا في وسط إخوتي وأحبائي المسلمين في هذه المدينة، هم فرحون بتواجدي معهم وأنا فرح بهذه المناسبة، وهذا الشيء يدل على شيء يدل على مدى التعايش السلمي بين كافة مكونات وأطياف هذه المدينة المباركة، مدينة الموصل، وستعود إلى سابق عهدها أكيد بهذه الوجوه الخيرة والنية الصالحة والإرادة الصالحة من أبناء هذه المدينة. ورغم أجواء البهجة التي عمت المكان، إلا أن الغصة ما زالت موجودة في قلوب سكان المدينة القديمة الذين ينتظرون إعادة إعمار الجامع ومئذنته وعودتهما كما كان. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.